أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للنقاش حول الوضع الأمني المتردي في مدينة تعز. إذن الوضع الأمني في تعز شائك ومسؤولية مترامية الأطراف، فبعد تحرير أجزاء واسعة من المدينة لم يستتب الوضع كما كان يأمل المدنيون، بل دخلت المدينة في طور آخر من الصراع الخفي، وأضيف الخوف من الرصاص الطائش إلى جانب الخوف من قذائف الميليشيا. ثمة نزاع من نوع آخر، لا يهم إن كان نزاع سيطرة أم نزاع قوى بأبعاد سياسية، الأهم أنه أصبح خطراً لم يعد للمدينة القدرة على احتماله، وقد تزايدت أعداد الضحايا. نتوقف عند هذا الوضع الشائك في مدينة تعز لنناقشه في محورين: ما هي الصراع وأبعاده السياسية والأمنية، وهل هناك محاولة لملشنة المقاومة، ومن يقف وراء ذلك؟ نبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نشاهد هذا التقرير. حرب من الخارج ومواجهات متقطعة في الداخل، هكذا تتقاسم الأحداث مدينة تعز والتي تسببت بمقتل الكثير وجرح العشرات، ويراد أن تسجل قضيتهم ضد مجهولين. وإن كان الجميع ربما يدرك من يقف وراء هذه الأحداث، بل ويتقاسمها بعض ممن يحسبون أنفسهم على المقاومة، ولذلك عليها يطالب المواطنين هنا بكشف من يقف وراء هذه التصفيات ومحاسبتهم. نحن نطالب السلطة المحلية بالقيام بدورها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها للعدالة الذين أقلقوا السكينة العامة داخل هذه المدينة. في أفضل الأحوال يوصف الوضع في بعض أحياء المدينة بالانفلات الأمني، لكنه متزايد قد لا يكون آخرها أحداث سوق القبة وسط المدينة. الجريمة التي حصلت في سوق القبة كانت جريمة شنعاء، يعني كانت يقشعر لها بدن أي إنسان، يعني لم نتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجرم بإنسان أن يحمل السلاح وأن يمر يفتح السلاح بشكل عشوائي على ناس قاعدين بشكل ليس لهم أي مشكلة مع هذه الجماعات. من وقت إلى آخر تسعى السلطة المحلية في المحافظة إلى تفعيل الأجهزة الأمنية وضبط المتسببين بالاختلالات، وسرعان ما تخفق جهودها بحسب المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بقرارات حاسمة تضع حدا للانفلات الأمني. اليوم خرجت تعز تطالب الشرعية، تطالب رئاسة الجمهورية، تطالب الحكومة، تطالب السلطة المحلية بإجراءات حقيقية لدعم الأمن في المحافظة، لإيجاد جهاز حقيقي يتواجد في الشوارع ليضبط هؤلاء الخارجون عن القانون. ينذر الانفلات الأمني في المحافظة بكارثة وشيكة يندفع إليها أبناء المدينة، خصوصا مع توسع دائرة الفوضى وارتفاع ضحايا القتل المجهولة، ما لم تسارع الأجهزة الأمنية بتفعيل دورها. ستظل تعز تبحث عن الاستقرار خصوصا في الجانب الأمني والذي يمس سلامة الناس مباشرة، ولذلك ستظل المطالبة ملحة بوضع حد للمتسببين بإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة كما يتحدث هؤلاء إلى أن تستجيب السلطة الشرعية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز قائد اللواء 22 ميكا اللواء صادق سرحان، مرحبا بك. حياك الله. أهلا بك سيادة اللواء. يعني أولا دعنا نبدأ من الواقع القائم حاليا في مدينة تعز، يعني الناس يشتكون من تزايد الاختلال الأمني في المدينة، ما الذي يجري في هذه المدينة؟ شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. بالنسبة للجانب الأمني في تعز فعلا يمر بظروف استثنائية، فعلا بالنسبة للسلطة الشرعية والوحدات العسكرية والأمنية في داخل تعز تعمل جاهدة على إنهاء هذا الوضع، وإن شاء الله بيكون مسيطر عليه في الأيام القادمة. نعم. إلى حد الآن نحن نقول للعناصر المتبلطجة سواء كانت من القوات المسلحة والأمن أو كانت من جماعات مسلحة داخل تعز أن أعمالهم التي يقوموا بها هذه تؤثر على نضال تعز وكفاح تعز، وبناهيك عن احتراقهم أو للقانون وللأعراف، فأعمالهم هذه يجب أن تنتهي، ونقول لهم أن آخر فرصة ستكون
في الأيام القادمة. نعم. الوحدات العسكرية والأمنية ستؤدي دورها. نعم. بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نعم. الآن ما يحدث في تعز من اغتيالات ونهب وتل قد يكون ممنهج. نعم. ولهذه العناصر يعني انتماءات. العدو طبعا بعدما عجز عن اختراق المواقع الدفاعية للجبهات لديه طابور خامس اعتقد داخل تعز. لكن سيادة اللواء أفهم من كلامك أن هناك قوة منظمة تعمل على معين. نعم. قيادة المحور والقيادة السياسية بكل جهودها تعمل على توفير الإمكانيات للوحدات العسكرية والأمنية وأيضا تشكيل الشرطة العسكرية. نعم. في الجانب العسكري ويعني بيكون الدور أكبر في الأيام القادمة، ولكن من خلالكم ننادي للعناصر المتبقية أن تنهي هذا العمل وتلتزم. نعم. في القانون وفي الأعراف سيندمون إذا فات الأوان يعني. نعم سيادة اللواء، يعني أفهم من كلامك أن هذه الجماعات التي تعمل على إثارة الفوضى في مدينة تعز هي جماعة منظمة أم أنها يعني عمل تلقائي من البعض؟ هناك أعمال تلقائية فعلا عشوائية، لكن في أعمال بالإضافة إلى هذه العشوائية قد تكون منظمة ومندفعة ومدفوعة من العدو خارج المدينة. نعم سيادة اللواء، اسمح لي بهذا السؤال، يعني البعض يتحدث أن بعض العناصر هذه التي تعمل على إثارة الفوضى في مدينة تعز ذات ارتباط شخصي وأسري معكم شخصيا، والبعض يتساءل أنه إذا لم تستطع يعني لماذا سلطتكم العسكرية لا تعمل على إيقاف هذه أو هؤلاء العناصر، إذا لم تستطع يعني سلطتكم على الأقل الجانب الشخصي أو الأسري يعني باستطاعة لضبط هؤلاء الأشخاص؟ احنا بالنسبه للجانب هذا ما ليس لدي مكان عندنا، احنا الوحدات العسكريه وقياده الوحدات العسكريه يعني منهج يعني تنفذ اعمال يعني المهنيه عسكريا، واي واحد يخرج من عن القانون وعن الاعراف هذا لا نعترف به لا اسريا ولا انتماء للقوات المسلحه والامن يعني. نعم. وهذا انا قصدي ان نقول للعناصر المتنفذه سواء كانت من قريب او من بعيد احنا ليس معها، احنا لا نؤيد اي اعمال تخريبيه وفوضويه وانتهاكات لحقوق الناس، هذا لا يمكن ان نقبله ان يكون قريب او بعيد. نعم. والقانون والاعراف والشرع ياخذ مجراه إن شاء الله في الأيام القادمة على الناس كلهم. سيادة اللواء، هو طبعا عند نقطة غزوان وأخوه صهيب، يعني هؤلاء الشخصين يعني كم يعني أثيرت فوضى كثيرة في المدينة وكانوا هم الطرف المتسبب بشكل كبير في هذه الفوضى، يعني هؤلاء الأشخاص ألا تستطيعون على ضبطهم وتجنيب المدينة المزيد من الفوضى؟ إذا كان لنا قدرة على ضبطهم كان ممكن أن نفعل ذلك بدون أن يحدثوا أي فوضى، ولكن كانوا خارجين عن الأعراف وعن القانون وعن الشرع. نعم. انتهاكهم للناس، ونحن سائرين على أساس إمكانيات نستطيع ضبط هؤلاء المترزين. كان هناك خلافات بين عناصر موجودة على مصالح أو ما أشبه ذلك بالأسواق وفي كما سمعت في الأيام في الأسابيع الماضية، فكانت واضحة من قبل أنها كانت لمصالح شخصية فقط يعني. هو نقصد أنه حتى لا يكون موضوع يعني غزوان وأخيه ذريعة لأطراف أخرى لإثارة المزيد من الفوضى في المدينة، ف كان البعض يتساءل أنه كان بإمكانكم إيقافهم عند حدهم. بلاغ وإنذار لتسليم أنفسهم، وإذا لم يتم القبض عليها قهرا من قبل الشرطة العسكرية والوحدات العسكرية الموجودة يعني. وهناك أيضا في مخالفين آخرين لم يكتروا إن شاء الله بيقبطوا يعني.
نعم نعم، هو هناك أطراف كثيرة في تعز، الوضع بات معروف لدى الجميع، ولكن هو كنا تحدثنا عن موضوع هؤلاء الشخصين فقط من باب أنهم لا يصبحوا ذريعة لبقية القوى لإثارة الفوضى والتحجج بهم. إنما دعني أرحب بضيف آخر سيادة اللواء، وأستسمحك بالبقاء معي قليلا. سينضم إلينا الآن من تعز أيضا العقيد أو المحامي توفيق الشعبي. مرحبا بك سيد توفيق. أهلا وسهلا سيد توفيق. في البداية، كيف تقرأ الوضع القائم في مدينة تعز؟ يعني ما هي الأسباب لوصول الوضع إلى ما وصل إليه الآن؟ الوضع في تعز لا يجب أن ندرك أننا ما زلنا في تعز، ما زالت في حالة حرب وحالة فوضى. هناك انفلات أمني مريع، هناك حالة من اللامسؤولية تجاه ما يدار أو ما يحاك تجاه هذه المدينة، ابتداء بعملية الانفلات الأمني والتنازع على الممتلكات وعلى المصادر الدخل الخاصة بالدولة من أسواق وجبايات. هذا الوضع الأمني إذا ما استمر على هذا الحال سيقود المدينة إلى مزيد من الخراب والدمار، وسيدفع الجميع كلفة هذا الانفلات والتساهل والتراخي، سواء كانت قيادة الأمنية أو قيادة الألوية وقائد المحور وقيادة المقاومة وقيادة الأحزاب. نحن نقول أن الوضع لم يسبق أن مرت المدينة أو المحافظة بمثل هذا الوضع الأمني السيء الذي أصبح فيه القتل جهارا نهارا من قبل أفراد أو أشخاص معروفين يقولون ويسرحون دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات قبلهم. نحن لا نرفض بشكل مطلق التبريرات أو ما يتعلق بالتذرع بالإمكانيات في مثل هذه الظروف. هناك إمكانات يمكن أن تكون قادرة على وضع حد لمثل هذا العمل والإنفلات، لكن هناك غياب للمسؤولية أو للإرادة في حسم هذا الوضع في داخل المدينة وداخل المحافظة. نعم. من القيادات المسؤولة سواء كانت عسكرية أو أمنية أو سياسية، وهذا أمر غير مرحب فيه ويبعث على الاستياء لدى العامة المواطنين. نعم سيد توفيق، ابقى معي، أعود لضيفي الآخر قائد اللواء 22 ميكا الصادق سرحان. سيادة اللواء، يعني إذا ما تحدثنا عن الواقع القائم حاليا في مدينة تعز، ألا يصب في صالح الميليشيا؟ أنا إذا وضح معه الشاطع مدينة تعز. سيادة اللواء، هل تسمعني؟ أنا أيوه سامعك. نعم، كنت قد سألتك، يعني الوضع القائم حاليا في تعز ألا يصب في صالح الميليشيا الانقلابية؟ بالنسبة للصعاد طبعا أنا قلت لك وضع استثنائي وفيه كثير من الانفلاتات، وإحنا نعمل على الوصول إلى القدرة والإمكانية على ضبط هذا الوضع، وبيتم أعتقد بمجرد وجود الإمكانيات التالية للقيام بالدور كامل. يعني نعم سيادة اللواء، الوضع الاستثنائي هذا إذا ما تحدثنا عنه هو تقريبا وليد شهرين أو ثلاثة أشهر، يعني لو كان واقع المقاومة خلال سنة سابقة من المقاومة ضد الميليشيا التي تحاصر المدينة لم نكن نسمع بهذه الاختلالات، فقط سمعناها مؤخرا منذ ثلاثة أشهر. ما السبب برأيك؟ أشرت له أنا أنه بالنسبة للعدو خارج المدينة عندما عجز على بالاختراقات، احنا متاكدين بانه في عنده عناصر من الطابور الخاص للعمل داخل المدينه بالنسبه للاغتيالات، يعني ليغطي ما عجز عنه خارج المدينه. نعم، هل هناك سيادة اللواء آليات معينة للتخلص من هذا الواقع؟ يعني أنتم في قيادة الجيش، هل هناك رؤية محددة خلال الأيام القادمة قد يعني تؤمن المدينة و يعني لا نسمع مجددا عن هنا انفلات امني في هذه المدينه؟ اكيد عندنا الخطاب والبرامج وعندنا العمل بشكل مستمر على الوصول الى هذا الوضع ان شاء الله الامن والمستقر، وعندنا امل بالله سبحانه وتعالى اولا وبالقياده السياسيه والعسكريه لدعم مواقف القوات المسلحه الان داخل المدينه حتى نستطيع التغلب على مثل هكذا وضع
يعني مقرف ولا احد يرتاح له يعني مهما كان يعني. نعم. ناهيك عن المسؤولين وعن المقاومين، هذا شيء يمس في اعمالهم وفي اخلاقهم اكثر مما يمس في اخلاق وشخصيات الاخرين يعني. نعم. اذا سيادة اللواء صادق سرحان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. نعود الى ضيفي الاخر المحامي عبد الله او المحامي توفيق الشعبي. سيد توفيق، من برايك المتسبب في الوضع الحاصل حاليا في تعز؟ الوضع الحاصل ما يحصل داخل المدينه، اولا فكره العناصر المشبوهه والعناصر والمؤامره، ما يحدث من اختلالات امنيه هي بالمقام الاول تاتي من افراد محسوبون على المقاومه ويتمنطقون ويتبندقون بسلاح المقاومة ويخرجون أسلحة المقاومة للاستيلاء على الأسواق أو لنهب المواطنين أو عملية القتل، خلافا عن عملية الاغتيال التي لا ندري التي ربما لها خطوط أخرى. نحن نقول بأن هذا الوضع الكل مسؤول عن هذا الوضع، ابتداء بالقيادة الأمن، الأجهزة الأمنية وقيادة الألوية وقيادة المحور وقيادة المقاومة ومحافظ المحافظة باعتباره المسؤول الأول. نحن نقول إذا ما وجدت هناك إرادة حقيقية من قبل هذه الكيانات وهذه الألوية وهذه الأجهزة بالاستطاعة بيسر وسهولة أن يتم ضبط الأمن وتحقيق نسبة جيدة أو مستوى أعلى من ضبط الأمن داخل هذه المدينة التي يدفع أبنائها الكثير والكثير من أجل المؤسسات ومن أجل الدولة. نعم. هناك غياب للمؤسسات العدلية والمؤسسات النيابة ومؤسسات القوى التي بدأت أخيرا تعمل النيابة العامة، لكن هناك نوع من التباطؤ أو من التلاكة، وخاصة مع المشاكل الأخيرة بغياب إدارة أمن المحافظة وإدارة شرطة المحافظة ولو بالحد الممكن. الانتهاكات التي تتم من قبل أفراد محسوبون يجب على قيادة الألوية وقادة المحور. لكن هذه الأعمال أو هؤلاء الأطراف سيد توفيق، هؤلاء الأطراف يتصرفون بتصرفات فردية بإثارة الفوضى في هذه المدينة، أم أنهم يعني يحملون مشاريع خاصة وضيقة في المدينة يعملون على تنفيذها؟ بغض النظر كان العمل فردي أو كان العمل ممنهج، هذا عمل يقلق السكينة العامة ويطال المواطنين وممتلكاتهم ويلبس الذعر والرعب داخل أبناء داخل الأحياء المدنية والشوارع العامة والمنشآت العامة. نعم. ويجب ضبطه ويجب الوقوف بحجم وبجدية من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين تجاه هذه الأعمال أيا كانت، كانت أعمال ممنهجة أو كانت أعمال فردية. نعم. بغض النظر عن من يتبع أو من يتبع هذه، كانت جهة تتبع الحوثيين ومن يريدون أن يثيرون الفوضى أو كانت جهة تتبع من يصارعون على مصالحهم والاستيلاء. نعم. على الأسواق وإيراداتها وممتلكات الدولة وأموالها. هذه. نعم. حالة فوضى ستجر هذه المدينة إلى ما لا يحمد عقباه، وسيكون تأثير ذلك ليس على مدينة تعز بل على اليمن وعلى الإقليم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. نعم. يجب أن تكون هناك مصداقية وأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للمكونات السياسية ومكونات المقاومة وقيادة السلطة المحلية والألوية والجيش والأمن لوحد وضع لهذه الفوضى التي تتنامى يوما بعد يوم ويجني سلبياتها المواطن والأمن العام والاستقرار داخل هذه المدينة. نعم. ما لم تتحقق هذه الإرادة وما لم تكون هناك منهجية وسياسة واستراتيجية للعمل الأمني خلال هذه المرحلة الخطيرة والمرحلة الاستثنائية، لن يجدي الكلام ولن تجدي التصريحات. نعم. سأكمل معك سيد توفيق من هنا، ولكن دعني أرحب بضيفي الآخر مدير أو نائب مدير الأمن في مدينة تعز العقيد محمد عبد الله المحمودي. مرحبا بك سيادة العقيد. السلام عليكم. مرحبا بك سيادة العقيد، يعني بداية لو سألناك ما الذي يحصل في مدينة تعز بالضبط؟ والله ما يحدث في مدينة تعز هو مخطط لإسقاط النظام في هذه المدينة. نعم.
ونشر الفوضى، ليس تصرفات فردية كما يعتقد الآخرين، ولكن هو مخطط بدء مسلسله منذ فترة. هناك يقول إنه الأمن مغيب، لم يكن مغيب من بداية الحرب. في بداية الحرب نحن في ساحة حرب معروفة، تم تدمير الجهاز الأمني بالكامل، إلا أنه جهود المقاومة، مجلس تنسيق المقاومة أنشأوا اللجنة الأمنية التي بدأت من أول فجر المقاومة، وهي تحل مشاكل الناس وتوجد الأمن رويدا رويدا، حتى أتى وجود الدولة بشكل كمؤسسات، وتم تعيين محافظة المحافظة، بعدها تم تعيين مدير أمن للمحافظة ونائب وجهاز أمني. بدأنا بإمكانياتنا البسيطة لبناء هذا الجهاز. مرور 4 أشهر تم بناء الجهاز، طوبة طوبة وحجرة بسيطة وأفراد قليل بقدر الإمكانيات، إلا أنه كان هناك إرادة محلية أو خارجية حتى يمكن تكون للقضاء على شكل المؤسسات في مدينة تعز. الذين قاموا بإسقاط الأمن لم يكونوا أفراد عاديين أو لصوص كما يقال أو قاطع طريق، ولكن قادة جبهات معترفة رسميا وتدعم من التحالف. هم من هجموا على إدارة الأمن وقاموا بقتل أفراد الأمن وقاموا بنهب إدارة الأمن وتحطيمها. كنا نتوقع بأن الحكومة الشرعية وكذلك التحالف أن ترى لهذا الموضوع كناقص خطر لما تمارسه في هذه المدينة، وأن تقوم بمعاقبة هؤلاء الأشخاص، إلا أننا لاحظنا وفوجئنا جميعا نحن في إدارة الأمن وكذلك الرأي العام في تعز بأن هؤلاء الناس كوفوا مكافآت كبيرة جدا من قوات التحالف وكذلك من الدولة الشرعية، لم يسألوا لماذا قاموا باقتحام وإسقاط هذه الأجهزة، لم يسألوا بأي ذنب قتلوا أفراد الأمن الذين كانوا يدافعوا عن مؤسسات وعزة وشرف تعز. إلى الآن لم يتخذ أي إجراء بحقهم. فلذلك أنا أقول لك أخي العزيز إن ما يحدث في مدينة تعز هو انعكاس حقيقي لما يحدث في مدينة في اليمن كامل وما يراد في اليمن، والانعكاس الحقيقي أيضا كان أحداث ما حدث في عدن. نعم، لكن سيادة العقيد، هو أي عمل يستهدف مؤسسات الدولة في مدينة تعز أو إثارة الفوضى في المدينة مرفوض ومدان، لكن أيضا بعض القوى تتحرك من ذرائع محددة. فقط لو كانت موجودة الأجهزة الأمنية أو فرضت هيبتها في المدينة ستسقط كل الذرائع التي ينطلقون من خلالها لإثارة الفوضى في هذه المدينة. نعم، الذرائع هذه يقال أنه الجهاز الأمني كان ضعيف. الجهاز الأمني الضعيف لكي تقويه هل تسانده وتدعمه أو تروح تهاجمه وتقضي عليه؟ هذا السؤال نقدمه لأي إنسان يفكر. أنت عندما تتهم الجهاز الأمني بأنه ضعيف وأنت قوة موجودة في الأرض، تمتلك السلاح وتمتلك الذخائر وتمتلك الأموال من قوة التحالف، لماذا لا تسخر قوتك في خدمة الأمن؟ لا، تسخر قوتك للقضاء على الأمن وتقول إن الأمن ضعيف ويجب هذا عذر أقبح منه. نعم، نحن ما فهمنا منك أن الأعمال معظمها التي تتم في مدينة تعز ليست فردية وإنما أعمال منظمة. هذه الأعمال هل لديكم ما يؤكد أنها ذات ارتباط ب يعني الانقلابيين لإثارة الفوضى في المدينة، أم أنها أعمال ذات مشاريع خاصة فقط يريدون تنفيذها في المدينة؟ ما حدث يوم 24/1 اليوم الأسود على مؤسسات الدولة إعلان واضح للجميع إنه المخطط إسقاط شكل الدولة، إسقاط وجود الدولة. في المقابل لم يتخذ أي قرار حقيقي ضد هذه الجهات، بل دخلت أطراف تعز وأطراف سياسية في الدولة في صراعات حزبية، حزب فلان وحزب فلان. الأمن يهم الجميع وهو مسؤولية الجميع. ولا يجب أن لكن إذا كان ما يحدث هذا إذا كان ما يحدث هذا كله في ظل المقاومة التي المتواجدة في هذه المدينة، من المستفيد من الواقع الحاصل حاليا سوى الانقلابيين؟ المستفيد الأول هو الانقلابيين، هو مستفيد من خلق الفوضى هذه، إلى جانب لا نعلم جميعا ما هي المخططات أو الأهداف المرسومة لهذه المحافظة أو للمقاومة عامة في اليمن. ما يحدث في عدن رسالة واضحة بأن هناك مخطط يتجاوز القوى المقاومة ويتجاوز شكل الدولة داخل هذه الدولة. نعم، سيادة العقيد ابقى معي، أعود بسؤال لضيفي الآخر المحامي توفيق الشعبي. سيد توفيق، يعني تعز الخاسر حاليا في ما يدور في المدينة هي تعز أيضا والشرعية، لماذا برأيك لا نرى الحكومة تتصرف أو تتخذ خطوات جادة
لإيقاف هذا العبث الحاصل في المدينة؟ أولا هذا السؤال المفروض أن يوجه إلى الحكومة وإلى القيادة السياسية مثلا بمكان رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع عن سر هذا التخاذل أو هذا التغاضي عما يدور. أنت بنظرتك يعني تنظر إلى هذا التخاذل، لماذا هذا التخاذل يعني؟ احنا نقول بأن أي اعتداء على مؤسسات الدولة من أي طرف كان أو جهة كانت أمر مرفوض ولا يوجد مبرر أيا كان هذا المبرر بأي عمل يبرر الاعتداء على مؤسسات الدولة الأمنية أو المؤسسات المدنية أو غيرها. نعم. الحكومة ربما تنظر إلى تعز نظرة مختلفة، لا ندري هل يراد لهذه المدينة أن تكون ساحة لمعتركات جديدة بالنظر لما تمثله هذه المحافظة من ثقل سكاني كبير أو من مركز تجمع سكاني كبير في الجمهورية اليمنية، أم أن هو اللامسؤولية من قبل هذه الإدارة أو الحكومة تجاه ما يحدث من تشظي أو انفلات داخل هذه المحافظة. نحن نقول أولا لأبناء تعز بشكل كامل سواء المسؤولين الأمنيين أو المقاومين أو السياسيين أو العسكريين، ما حك جلدك مثل ظفرك، إن لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا الآخرين. وأنا أثق كثيرا بأن هذه المدينة التي وقفت ضد مشروع الانقلابي والاعتداءات والعدوان على هذه المدينة وعلى مؤسسة الدولة ستقف وستقاوم كل من يسعى إلى إثارة الفوضى مهما كان الأمر وبكل الطرق. نحن نقول على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، القيادة الأمنية والقيادة العسكرية والقيادة السياسية، لا يعني ولا يكون مبرر لأن يترك الأمر دون أن يتم اتخاذ إجراء ما حتى يتصاعد وتكبر المشكلة وتخرج عن طور الجميع ويصبح الأمر خارج تحكم وسيطرة كل من في هذه المحافظة. نعم وضحت الصورة. علينا تبادر أبناء هذه المحافظة قيادات أمنية وعسكرية ومقاومة إلى وضع حد لهذا الانفلات وتدارس ما يمكن عمله لعدم تكرار أي انتهاكات والوقوف صفا واحدا دون أن نجر هذه المدينة وأبناؤها إلى معترك. نعم. الصراعات. أشكرك سيد توفيق، الوقت يداهمنا وأشكرك جزيلا المحامي توفيق الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود بسؤال أخير للعقيد محمد عبد الله المحمودي نائب مدير الأمن في المدينة. سيادة العقيد يعني بسؤال أخير، يعني أنتم في الأجهزة الأمنية هل لديكم رؤية قادمة خلال الأيام القادمة للحد من هذا الانفلات الأمني والفوضى الذي تعيشه المدينة حتى اللحظة؟ نحن لدينا رؤية من أول يوم استلمنا هذا العمل وتم رفع. نعم، متى ستتبلور هذه الرؤية على أرض الواقع؟ إن شاء الله قريب. رفعنا كثيرا من الخطط إلى الجهات المانحة للتحالف ورئاسة الجمهورية ووزير الداخلية في الفترة الأخيرة، رفعنا خطة أمنية متكاملة. هل هناك دعم لهذه الخطة؟ المدينة. إلى الآن نحن الخطة لديهم والأخ مدير الأمن نزل أنزلنا بنفسه إلى عدن للتخاطب مع المسؤولين. نعم. الآن الكرة في ملعب الحكومة، إذا أرادت أن تبني أمن حقيقي فلتوفر هذه الخطة ونحن مسؤولين مسؤولية كاملة عن تنفيذها والمحاسبة. نعم. إذا قصرنا إلى الآن وإذا لم تدعم هذه الخطة فنحن سنكون بكل صراحة وأمام الرأي العام في تعز وتبرئة ذمنا بأنه هناك قد إن لم تدعم هذه الخطط الأمنية إن هناك إرادة حقيقية لشيء آخر يراد له. نعم، بمعنى أنكم إلى حتى اللحظة لم تتلقوا أي رد من الحكومة بشأن هذه الخطة؟ لم نتردى، تلقينا كثير. نعم. من الطمئنات وتلقينا كثير من الوعود ولكن إلى اليوم لم نتلقى شيء محسوب من أول يوم مسكنا هذا العمل حتى اليوم. نعم، إذن أشكرك جزيلا العقيد محمد عبد الله المحمودي نائب مدير الأمن في مدينة تعز. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر جميع ضيوفي، كان معي عبر الهاتف قائد اللواء 22 ميكا صادق سرحان، وأيضا الشكر للمحامي توفيق الشعبي كان معنا عبر الهاتف من تعز، والشكر أيضا لنائب مدير الأمن في المدينة العقيد محمد عبد الله المحمودي. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.